ورؤيته في اللي هيكتبه او اللي كتبه عن نصر ابو زيد. لكن كلام الدكتور المرعشلي قد جرني من اذني وحتم علي ان اتحدث، فساتحدث. وفي البداية بشكر المؤسسة وبشكر دكتورة ابتهال على دعوة سائق تاكسي للمشاركة في الاحتفاء بفكر نصر أبو زيد. نفس الإحساس اللي حسه نصر وهو عنده 19 سنة وبيشتغل فني لاسلكي في المحلة، انه يبعت مقالة لمجلة الأدب اللي كان بيصدرها الشيخ أمين الخولي فيجدها منشورة. تكلست الحياة الثقافية في مصر حتى أصبحت قوالب صماء. هذه الجلسة كان يجب أن تكون في جامعة القاهرة. وحينما أتى نصر في 2008 للاحتفال بمئوية الجامعة عقدت في هذا المكان أيضا، وده دليل وتجسيد على موت المؤسسات اللي احنا أنشأناها خلال القرنين الماضيين، وإنها أصبحت كيانات فارغة من مضمونها. الكلام عن التأويلية عند نصر ومراحلها، أنا كتبت ورقة وهتتنشر، وهستغل الفرصة أقول السيد محمود معاه نسخة منها وما نشرهاش في جريدة القاهرة لسه. فأنا هغير مدخلي عن المدخل اللي أنا كتبته في الورقة، وده دليل الدرس الحقيقي اللي أنا اتعلمته من نصر. وبقول نصر بدون ألقاب لأن اسم نصر لوحده قيمة. الدور الأساسي اللي كان بيقوم بيه هو، كان تعبير حميم عنده، فركشة العقل. مش مهم إن أنا أستبدل إمام بإمام آخر وقائد بقائد آخر، الفكر إن أنت تجعل الإنسان يفكر. لكن فكرة ان انت يبقى عندك الاجابات الجاهزة المعلبة ومد ايدي من على الرف واجيبها او افتح التلاجة واطلعها، ديت البذرة الاساسية اللي كافح نصر من اجلها. ولذلك حينما نتعامل مع التأويلية عند نصر او خطاب نصر بشكل عام، هي حالة صيرورة مستمرة بتبدأ من السؤال الذي ينتهي باسئلة اخرى، في حالة تفاعل دائم. لذلك أنا بأحبط لما أشوف ناس بتعمل رسائل ماجستير ودكتوراه عن خطاب نصر أبو زيد ولسه واقفة عند نصر في مفهوم النص، أو لسه واقفة عند نصر 95، أو حتى دكتورة ابتهال في وقوف نصر عند من النص إلى الخطاب. نصر في الخمس سنوات الأخيرة انتقل من الخطاب أو الخطابات إلى رؤية العالم. لذلك من وأنا شاب عندي 19 سنة وكنت مشغول بأزمة الفكر العربي، وقريت كل المشاريع الحضارية اللي كانت طالعة في الوقت ده، المشاريع الحضارية الجميلة المنمقة التي قد نضعها على الأرفف مجلدات لكنها قوالب صماء. فحينما صدر مفهوم النص وجدت عالم جديد في التعامل مع الظاهرة القرآنية. وفي 31 مايو، وانا بكرر ده باستمرار، في جريدة الاهرام، الحوار اللي عمله الاستاذ محمد حربي مع في سلسلة كانت بتطلع في الاهرام في الصفحة الثقافية، حوار مع مفكر مصري جديد شاب، وكلمة شاب دي كانت لها تعليق ما بين دكتورة ابتهال ودكتور نصر وسبب بجانب طه حسين طبعا. من هذا الحوار أدركت
أدركت، وطبعا أنا كنت قريت مفهوم النص قبلها اللي كان صدر سنة 90 من الهيئة المصرية العامة للكتاب ب5.40 جنيه اللي انت تجيبه دلوقتي من ب70-80 جنيه يعني. بس احنا تغلبنا على ذلك بأن رفعنا كل الشغل على الانترنت لمن أراد أن، ديت القيمة الأساسية لنصر. فأنا هتناول قضايا التأويل في العناوين الرئيسية علشان الوقت مش هيسمح، فهقول رؤوس موضوعات نصر. وهو في الكتاب زي كل الصبية المصريين بيتعلم القرآن وبيحفظه وحافظ القرآن وعنده 8 سنين، فكانت في أسئلة بتتبادر في الذهن، يعني مثلا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، يعني إن طفل يفهم مفهوم لم يلد ولم يولد دي حاجة أسئلة، بس يعني أسئلة إيه لا يجب أن نقترب منها. فجه المفتش اللي كان بيمر على الكتاب، فالمفتش علشان يحدد إذا كانت الوزارة وزارة التربية هتظل في دعم الكتاب، فهو كان بيعمل إيه، بيوقع الصبية. فسأل سؤال، السؤال كان هو ربنا بيأكل إيه؟ ما كانش السؤال هو ربنا بيأكل ولا ما بيأكلش، لأن الإجابة معروف أن ربنا ما بيأكلش، بس هو غير ليه السؤال لربنا بيأكل إيه. فكل الصبية اللي في الكتاب بدأوا يذكروا بقى أحلى الأطعمة اللي مذكورة اللي يعرفوها في الإيه، في القرية. في تجربة الخمسينات والستينات، فترة تفتح فكره وعيه، وكان المد الاشتراكي في مصر، فكان الإسلام والبحث عن معنى الإسلام يجذب على أنه الإسلام دين الاشتراكي، الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وكان المنطوق السياسي كتب عليكم القتال في مواجهة العدو وهو كره لكم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ده حتى المعارضين، يعني السباعي في سوريا وهو إخوان المسلمين كتب اشتراكية الإسلام، والناس كانت بتتكلم عن اشتراكية أبي ذر الغفاري وهكذا. وحينما تحولت بوصلة النظام السياسي في السبعينات من الاشتراكية والتكافل والآخر إلى الانفتاح، سداح مداح بتعبير أحمد بهاء الدين، وإلى تصدر الآية الكريمة ولقد رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، والدرجات تفسر على أنها درجات في المستوى الاقتصادي والاجتماعي، إذن الرأسمالية تتعارض مع الإسلام. ودخلنا في السلام مع العدو، وإن جنحوا للسلم فاجنح له. فكان السؤال الفترة دي، بالإضافة إلى أن نصر هزيمة 67 كانت رجة جامدة للهوية، فكانت إعادة التساؤل على تعاملنا مع التراث. هذه الفترة هي الفترة التي دخل فيها نصر الجامعة سنة 68 وهو عنده 25 سنة. فكان السؤال اللي بيدور في ذهنه هو ليه التحول ده من ان في معنى الاسلام من ان هو دين الاشتراكيه والتكافل والى هذا المعنى، ليه الاستخدام النفعي ده؟ وبدا دراسته للماجستير، وفي تفاصيل كتيره طبعا على ان هو يبقى متخصص في الدراسات الاسلاميه وشغلانه جامده كده. لكن هذه الفتره السبعينات والثمانينات كمتابع لنشاط نصر، انا بعتبرها هي مرحله قراءه ايديولوجيه، وهفصل في ده في المستقبل ليه قراءه ايديولوجيه. هو ابتدى يدرس مفهوم المجاز عند المعتزله في رساله الماجستير، وخلي بالك استدعاء المعتزله، وكان الكتاب بتاع القاضي عبد الجبار كان لسه طالع ما بقالوش 10 سنين، فهو بدأ يعمل الدراسة. استدعاء المعتزلة
في مواجهة القراءة الحرفية الحنبلية التي أصبحت تهب من الصحراء ممولة بالجاز. فاستدعاء المعتزلة في مواجهة هذه الهجمة، وده اللي أنا بقول عليها قراءة أيديولوجية لأنها رد فعل، واستدعاء المجاز في مواجهة القراءة الحرفية ليها. وتبنى نصر في هذه الفترة اللاهوت المعتزلي، لدرجة أن جابر عصفور لما كتب عرض لكتاب مفهوم النص سنة 90 كتبوا مفهوم النص والاعتزال المعاصر، على أن نصر كان متبني الرؤية اللاهوتية عند المعتزلة أو الرؤية الكلامية عند المعتزلة في القرآن. لكن نصر وجد أن المعتزلة وخصومهم حولوا القرآن إلى ساحة للعراك، وكل واحد بيجذبه لإيه؟ لساحته، ولها تفاصيل كتيرة مش أقدر أخش فيها في مسألة المحكم والمتشابه. فاتفقوا على أن بالقرآن محكم وبالقرآن متشابه، لكن اختلفوا ما هو المحكم وما هو المتشابه. فكل فرقة جعلت أصولها الفكرية هي المحكم، وما يخالف أصولها الفكرية تبقى إيه؟ المتشابه الذي يجب أن يؤول. وذهب بعد ذلك، خلي بالك بقى العدسة هنا انتقلت من مفهوم المجاز بنتعامل مع مفهوم إلى فلسفة التأويل عند محي الدين ابن عربي. العدسة اتسع رؤيتها من بحث مفهوم إلى بحث فلسفة. والتصوف كحقل آخر من حقول التراث في تعامله مع القرآن، لأن نصر في طول فترته مر بكل المداخل التي تعاملت مع القرآن من القدماء والمحدثين والغربيين. ولذلك أنا أحاول أعمل ورشة عن هذه المداخل المختلفة قبل ما سافر. فدرس ابن عربي، وابن عربي زي ما ذكر الدكتور هاني كتابه لأنها طبقات فوق طبقات فوق طبقات، وقد يوهم البعض أنهم قد وصلوا، ولكن ونصر ذاته وقع في هذا الشرق، شرك ابن عربي. فظل يكتب لحد ما كتب رسالة الدكتوراه، واكتشف هو كان بادي من مفهوم للتأويل على أن التأويل هو رؤية ذاتية، يعني المؤول بيحاول يجذب، ده المفهوم العام اللي بيجعل التفسير هو شيء موضوعي والتأويل شيء إيه؟ ذاتي. المؤول بيحاول يجذب النص لكي ينطق بإيه؟ برؤيته الذاتية. لكنه بدأ يدرك، لا ما هو زي ما ابن عربي بيحاول يجذب القرآن لينطق بمفاهيمه، قد جذبه القرآن أيضا. النص ما هواش شيء ثابت ضعيف، وأدرك ده في نهاية كتابته للرسالة، وراح للدكتور مكي الله يرحمه السنة اللي فاتت. وكان طبعا الدكتور الأهواني كان توفاه الله، ودكتور مكي كمل الإشراف على الرسالة، وقال للدكتور مكي أنا عايز أعيد كتابة الرسالة، لأنه استغرق في البابين الكبار في فلسفة ابن عربي، والباب الأخير بس هو اللي كان عن التأويل. فكان عايز يجعل التأويل هو المتن، وإن فلسفة ابن عربي تبقى هي الايه الهامش. والدكتور قال له أنا مش هسيبك تغرق في بحور ابن عربي، اطبع وبعدين بعمل دراسات بعد كده. وظل ابن عربي يؤرقه، اللي هي بقى ايه مسألة كيف أن ابن عربي قد تبنى رؤية القرآن وحاول يبني نسق في كتابه على نسق القرآن، مش مسألة ان ابن عربي بس كان بيجذب القرآن لما فيه، لا ده القرآن بنيته سيطرت على خطاب ابن عربي. وكتب نصر مقالة في مجلة الهلال سنة 92 ولم تنشر في اي من كتبه، والمقالة بعنوان المسكوت عنه في خطاب ابن عربي، يعيد النظر فيما كتبه عن ابن عربي. وظل يؤرقه ابن عربي حتى كتب هكذا تكلم ابن عربي بعدها. وفي مقاله وفي حواره مع محمد حربي بدأ يعيد النظر في رؤيته للمعتزلة،
الفترة اللي هي من نهاية الثمانينات لمنتصف التسعينات أنا بعتبرها فترة إعادة النظر والنقد الذاتي لنصر أبو زيد لذاته. فوجد أن مفهوم الحرية عند المعتزلة ده مفهوم تاريخي مرتبط بزمنه، مفهوم الحرية في مقابل الجبر بالمعنى الديني، لكن الحرية بمعناها سعي للحرية بالمعنى السياسي والاجتماعي في عصرنا ده مفهوم مش موجود عند المعتزلة. فبدأ يعيد النظر، وفي مناقشة رسالة الماجستير سنة 76 نصر كان في رسالة الماجستير بيحاول يرد على جزئيتين، انه مسألة ان نشأة الفرق والافكار في الثقافة الاسلامية على انها رد فعل على الافكار اللي جاية من الفلسفة اليونانية، هو كان بيحارب الموضوع ده، لذلك عمل تمهيد 40 صفحة علشان يبين على ان الفرق نابعة من صراعات في الايه في الواقع. لكن الدكتور الاهواني في المناقشة قال له، سأله سؤال، قال له اذا كان المعتزلة نبع او نابعة من الواقع وصراعاته، لماذا ظلت جماعة نخبوية طول وجودها؟ والسؤال تناه في ذهنه، ولما جيت السنة اللي فاتت ومسكت نسخته من الماجستير ومريت فيها لقيته كاتب بالقلم والرصاص. السؤال اللي ظل يؤرقه لحد ما عمل دراسة لم تنشر في أي من كتبه وألقاها كمحاضرات في عدة مناسبات، منهم في الجمعية الفلسفية في يناير 2009 بعنوان الجدل اللاهوتي بين المسلمين الأوائل أو اللاهوتيين المسلمين الأوائل والمسيحيين ودوروا في نشأة علم الكلام، إن إزاي المسلمين الذي الإسلام الذي خرج من الجزيرة العربية وحينما أتى إلى الشام وأتى إلى مصر وإلى العراق بدأ يتفاعل مع اللاهوت المسيحي اللي هو لاهوت مستقر بقاله 6 قرون، وجاب كتابين، كتاب يوحنا الدمشقي وكتاب ثيودور أبو قرة بترجمتهم اللي عملها ثيم بلاسيوس من اللاتينية إلى الإنجليزية، ونصر عمل الدراسة بناء على ودور هذا الجدل في نشأة علم الكلام. لكن لما لقى أن حتى التصوف الاستخدام للتعامل مع القرآن استخدام نفعي، يعني عند ابن عربي لا نفس الاستخدام النفي اللي موجود عند المعتزلة ومحاولة الجذب ده موجود برضو في التصوف، فكان السؤال هل يمكن أن نصل إلى مفهوم موضوعي لما هو الإسلام خارج التحيزات البشرية، لأنه شاف التحيز في الواقع زي ما ذكرنا وتحول معاني الإسلام وجهدها عند القدماء برضو نفس الشيء، فكان السؤال هل يمكن أن نصل إلى مفهوم موضوعي للإسلام وكذلك النص، فكان كتابه مفهوم النص، وجاب الموسوعتين في علوم القرآن للزركاشي والسيوطي يحاول أن يبحث عن مفهوم موضوعي للثقافة في النص. ولكن هذا الكتاب، وأنا بقى بعمل قراءة نقدية لأن احنا هنا مش عشان نقتر فكر نصر، لو عشنا عشان نعمل له قبة ويبقى شيخ يبقى قتلناه، احنا هنا علشان نقف على ما وصل إليه لكي نتجاوزه ونبني عليه، نطلع على اكتافه فنرى أبعد مما رأى. فبحث مفهوم النص، استخدامه لمفهوم النص في هذا الكتاب مضطرب، هل هو بيبحث عن مفهوم النص عند مجموعة من المفكرين ولا هو بيبحثه في الثقافة؟ وأشار جابر عصفور إلى هذا، إلى يعني بعض اللمحات في المقالة الطويلة اللي عملها، وأنا يهمني والكلام ده الوائل النجمي لأنه مهتم بالجدل بين الخطابات، إن عملية التلاقح الفكري بين نموذج نصر ونموذج جابر دي مهمة، لأن في جدل بين النموذجين يتلخص في مجموعة من النصوص. جابر كان كتب عرض لمفهوم النص، ونصر كتب عرض لكتاب قراءة التراث النقدي، وهذه المقالة مقالة طويلة ولم تنشر في أي من كتب نصر، قراءة التراث وعدسة الناقد الحداثي، وهناك مقالات أخرى زي
انا دايما بسميها فشل، هي لها اسم تاني بس هي فشل التنوير الحكومي سنة 2000. هي سقوط التنوير الحكومي، محمد يفكرني بس انا دايما بقولها انها فشل التنوير الحكومي. السؤال بعد كده في رؤيته للتأولية، وانا فاضل لي 5 دقائق، محاولته ان هو يجد مفهوم موضوعي للنص. اصيب بسؤال نتيجة للمحنة بتاعت القضية، وهو طبعا بدأ نقد الذات زي ما ذكرت، ونقد الذات يتجسد في نقده لمشروع الدكتور حسن حنفي. وسنة 94-95 كتب دراسة له عن السؤال، كان بيأرقه هو ليه ثمار مشروع التنوير جافة وبتدبل، وبيستطيع خطاب النقيد ان هو يهمشها. فعمل دراسة عن خطاب الغزالي وخطاب ابن رشد لمحاولة الوصول، كيف استطاع خطاب الغزالي ان يهمش خطاب ابن رشد، وهي تعبير ضمني على اساس انه بيناقش الواقع الحالي. عملية جدل مستمر ما بين المفكر والموضوع، ما هي ما فيش حاجة اسمها انت لا تقرأ الماضي، انت تبدأ من الواقع هو البداية وهو المنتهى. لازم البحث يدرك هذا، وعمرنا لا نستطيع ان نتخلص من التحيزات، لكنك لابد ان تدرك تحيزاتك عشان تحاول تجنبها بقدر الايه الامكان. لكن من يدعي ان هو هيقدر يلغي التحيزات؟ فوجد ان كل مشاريع التجديد قامت على نفس الاساس اللاهوتي التقليدي. ومن هنا بقى النقطه اللي انا كنت احب انادي بيها او ابتدي بيها، وهي ان المسلمين خلال القرون الثلاثة الماضية، لو ابتدينا من الهند في القرن ال18 من ولي الله شاه ولي الله، وحتى الوهابية في الجزيرة العربية، ومصر في القرن ال19، الأصول الأربعة التي صاغها الشافعي ولم تعد مجرد أصول في الفقه، ده أصبحت أصول للتفكير عند المسلمين. الأصول الأربعة اللي هو وضعها لمصادر كمصادر الإسلام من القرآن ومن السنة ومن الإجماع والقياس، قام المسلمون بإعادة النظر فيها واحدا تلو الآخر. أعادوا النظر في مفهوم القياس الفقهي، وبعد شوية بدأوا يعيدوا النظر في مفهوم الإجماع، وفي القرن الأخير بقت فيه كلام كتير على إعادة النظر في مسألة السنة وحجيتها. حتى الفكر التقليدي داخل الأزهر، يعني لما نشوف الشيخ شلتوت مثلا لما كان بيتكلم في الإسلام عقيدة وشريعة وتقسيمته للسنة، على إن في سنة زي سنة العادات كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام بحسب الطبيعة الاجتماعية اللي كان موجود فيها، وفي أمور فعلها كإيه كقائد للمسلمين قائد عسكري، وفي أمور فعلها كإيه كنبي. يعني حتى على المستوى التقليدي كان في هذه التفرقة. إلا القرآن، كل الجهود التي تناولت عملية التحديث تعاملت مع القرآن باستثناءات أفراد قليلة هذكرهم، تعاملت مع القرآن على أنها بتحاول توسع المعنى الدلالي للقرآن ليتناسب مع العصر. فيجي محمد عبده بيحاول يفتح دلالات القرآن عشان تتقبل علوم الحديثة والتكنولوجي مثلا، او دلوقتي الناس اللي بتحاول تعمل عشان حقوق الانسان. بس كل دي محاولات قايمة على نفس الاساس اللاهوتي القديم، فبتخش في دائرة ايه السجال والمبارزة، وانت تجيب لي نص وانا اجيب لك نص، ولما انت تجيب لي نص وانا اجيب لك نص كده، فكرة ان انا ارد بان انا اجيب لك نص، يبقى اصبح الخطاب التقليدي هو المسيطر على القضية، وأصبح السجال والمبارزة. وحدة المبارزة والسجال دي هي لها أسباب ممكن في الأسئلة أبقى أفصل فيها مرتبطة بده. المهم همر سريعا، نصر اكتشف أن مفهوم النص هو الأزمة ذاتها اللي هو كان بيدافع عنه، هو الأزمة ذاتها. وليه؟
بصورة سريعة؟ لأنك معنى أن ترى تنظر إلى القرآن في بنيته على إنه نص، معناها إنه له مركز دلالة، لأن النص لا يجب أن يكون فيه تناقض. النص بيقعد المؤلف بينه وبين نفسه ويحاول يكتب وبعدين يراجع ويعدل ويغير عشان يبقى فيه واحدة في الإيه؟ في المضمون، في الموضوع. فكل المحاولات من المسلمين قدماء ومحدثين وحتى الغربيين تعاملت مع النص، مع القرآن بالطريقة الإيه؟ النصية، تحاول أن تقول أن مركز الدلالة في القرآن. المعتزلة يقولوا ده هو مع التنزيه، والحنابلة يقولوا ما هو مع الإيه؟ التجسيم. بتوع حقوق المرأة يقولوا ده هو مع حقوق المرأة، والمعادين يقولوا لا ده هو، فهي صراع لمحاولة جذب دلالة المركز بتاع النص. لكن النص القرآن خطاب. ايه الفرق ما بين الخطاب ونص؟ بصورة عامة، القرآن نزل على فترة طويلة. الخطاب زي ما انا بتكلم دلوقتي، وممكن واحد يقوم يزعق فزعيقه معايا يغير في الطريقة اللي انا بتكلم فيها، او حد يقطعني فيغير. يعني المخاطب حاضر في النص، في الخطاب. في النص ما فيش فيها كده، انت بتقعد بينك وبين نفسك بتكتب، وبيبقى في قارئ ضمني، بيبقى عندك تصور للقارئ الضمني، لكن عمليه التفاعل الحيه ديت موجوده في الخطاب، ويجسدها الخطاب اكتر من النص. وانتقل ايضا، يعني مرحله الانتقال ديت ابتدت، انا بعتبرها من اول محاضرته في جامعه لايدن في نوفمبر، لما خد كرسي الحريات في جامعه لايدن، في المحاضرة بتاعته اللي هي عن القرآن كاتصال ما بين الله والإنسان، وتناول الجانب الرأسي من العلاقة. وفي محاضرته في دمشق في 2003، عمل في مأوية الكواكبي، كتب إشكالية تأويل القرآن قديما وحديثا، وتناول بالنقد تأصيل بقى مدرسة التفسير الأدبي للشيخ أمين الخولي وجذورها اللي امتد بيها إلى المعتزلة وإلى الفلاسفة وابن رشد والجرجان. وفي هذه المحاضرة بدأ، في هذه السنة في محاضرة في باريس، بدأ ينتقل من مفهوم أن القرآن نص، أن القرآن مجموعة نصوص، وبعدين انتقل إلى أنه إيه؟ خطاب. وفي السنوات الخمس الأخيرة كانت هناك انطلاقة أخرى، إنه كان مشغول برؤية العالم، هل يمكن للمسلمين أن يصلوا إلى رؤية متكاملة للعالم من داخل القرآن؟ فسعى أن هو يبحث في التراث، هل كان في محاولات لمحاولة الوصول إلى رؤية كاملة من القدماء في القرآن؟ فوجد ان في فعلا بذور كانت موجوده عند مثلا السعي لايجاد مقاصد كليه للشريعه. وفي محاضره مهمه، انا اسف ان انا طولت بس هختم خلاص علشان الدكتور هاني يعني لمس زر عندي، انا بناقش كده. في محاضره مهمه في ابريل 2009 في جامعه نوتردام بأمريكا، وعلى فكرة أنا عملت مع نصر أبو زيد في السنوات الثلاثة الأخيرة إن هو ياخد تسجيل ديجيتال، وكل محاضرة يعملها يسجلها، وكل حوار يعمله يسجله ويبعته لي. فجمعت 160 ساعة بصوت عربي وإنجليزي. في هذه المحاضرة ألقى نصر مجموعة من البذور اليانعة التي تريد أن يعمل عليها، ووضعها تحت عنوان ميبي، ربما. من ضمن هذه البذور في مسألة المقاصد الكلية للشريعة، فقال المقاصد الخمسة هل هي مجرد صياغة للحدود
يعني اللي كان بيحاول يوصل للمقاصد الكلية كانوا مسألة الحدود، فيبقى حفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال في مسألة قطع اليد في السرقة وحفظ المال عشان قطع اليد في السرقة. فهل ممكن يكون في ارتباط ما بين الاثنين؟ ميبي، الله أعلم، علينا أن نبحث. سؤال: ليه المسلمين حينما جمعوا القرآن وكانوا على بينة أن هناك منه ما هو مدني وما هو مكي، يعني كان في روايات معروفة أن المسلمين كانوا عندهم إدراك أن في آيات نزلت في مكة وآيات نزلت في المدينة، لماذا جمعوه بالصورة التي جمع بها الآيات الأطول فالأقل طولا وهكذا، وما جمعوش بالترتيب الإيه؟ النزول؟ هل لأنهم حاولوا يميزوه عن الكتاب المقدس؟ لأن الكتاب المقدس في بنيته يعني أقرب إلى التسلسل الزمني، فهل دي كانت في ذهنهم أنهم يحاولوا يميزوه عن الكتاب المقدس؟ ماذا؟ ربما. إنهم أطلقوا عليه مصحف وما أطلقوش عليه كتاب، برغم أن القرآن اتكلم عن نفسه مرات عديدة بأنه إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. هل إطلاق كلمة مصحف كنوع من التمييز عن الكتب؟ ميبي، وهكذا. وسعى نصر أن يصل أو يحاول الوصول إلى الرؤية الكلية للعالم، فدرس المدخل اللاهوتي ودرس عند ابن رشد، وهو في الفترة الأخيرة تصالح مع ابن رشد وغير بعض المفاهيم التي بدأ بها، وكان يعني كثيرين كان كثيرون عشان وائل عشان أشرف البلاقي ما زعلش انه بيبقى حريص قوي على دقة ان رؤية الكلية للعالم في بذور موجودة عند ابن رشد، وكان بيبتدئ ان ابن رشد ده ديكتاتور لانه بيحاول يحرم العامة من الدخول في قضايا التأويل، بس هو فهمها بطريقة مختلفة، وطبعا تناول مقاصد الكلية للشريعة والآخر. فقال ان هذه المداخل المختلفة في فترات الازدهار كانت تغذي بعضها بعضا، يعني كان الاصولي في الفقه كان بيتأثر ويتعلم من الجدل في اللاهوت وفي علم الكلام، وكان اللغوي يتأثر حالة الجدل، لكن حينما دخل المسلمون في مرحلة التجمد بأن جعلوا هناك ثوابت، معنى ثوابت يعني ايه؟ ثوابت يعني اشياء لا يمكن ان تفكر فيها، حينما نحول شيء الى ثابت باسم الدين، باسم الامن القومي، باسم الهوية، باسم، إذن قد أصلنا للموت وعلينا أن نحيا، ونصر رسالة حياة. وشكرا.